ربما تستمعين بالخلفية كوثر إلى عبير موسي، تبدو بأنها في حالة غضب شديد. سأستمع ماذا تقول، تتحدث ربما عن حجم، تستنكر بمعنى أو بآخر حجم التواجد الأمني، وتردد شعارات وهتافات ضد راشد الغنوشي شخصيا، وهي دعت المشاركين من أنصار الحزب للتقدم أكثر فأكثر باتجاه مداخل البرلمان، لكن في المقابل هناك أجهزة الأمن تنتشر بشكل كبير. تابعي معي في الصورة لو سمحت يا كوثر، هنا في محيط مقر البرلمان وعند المدخل الثاني أو الخلفي تحديدا لمجلس نواب الشعب التونسي، احتشد عدد كبير من أنصار الحزب الدستور الحر، هم يرفعون شعارات منددة بسياسات الحكومة وبالإخوان، وأيضا يرفعون، هنا أشاهد لافتة استقلال القرار التونسي خط أحمر، هناك أيضا اتهامات بأن جماعة الإخوان تعمل على لعبة إنجاز التعبير المحاور، وهذا ما أضر بمصالح تونس العليا وفق ما يقول المشاركون في هذه المسيرة. هناك رفع للأعلام والرايات الوطنية التونسية، بالفعل بدأت المسيرة بعد أن تم يعني بث السلام الوطني التونسي منذ قليل عبر مكبرات الصوت، ونحن بانتظار أن تتحدث عبير موسي. وطبعا هنا أذكر بأن هذه المسيرة الشعبية تمت الدعوة إليها والتجهيز إليها منذ أسابيع عدة، ويعني هناك ياسر بالنسبة للفئات المشاركة في هذه المسيرة، يعني هل هم فقط من أنصار الحزب الدستوري أم هناك مواطنين آخرين؟ يعني كوثر بالفعل يعني ملاحظة في غاية الأهمية، المشاركون في هذه المسيرة من كبار السن، من السيدات، من الشبان والشابات، يعني نلاحظ حتى وجود عدد كبير من كبار السن في هذه المسيرة، نحاول أيضا يعني توثيقا بالصورة لما أتحدث به، هناك يعني كبار في السن وهناك أنصار للحزب وهناك ربما يعني أناس يبحثون كما يقال عن المصلحة الوطنية لتونس، وهم يعارضون سياسات الإخوان المنتهجة في الوضع الحالي، وهناك سمعت لعدة شعارات وأحاديث تطالب بإسقاط الحكومة القائمة بقيادة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وهناك كانت اتهامات بالجملة له، وأنا تحدثت مع أحد النواب عن الحزب الدستوري الحر قبل أن أكون على الهواء مباشرة معكم بدقائق معدودة، قال لي بالمكشوف بأن هذه الحكومة تعمل على تفقير التونسيين، لا تراعي الأوضاع الاقتصادية ولا الاجتماعية، عملت على تعميق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية هي والإخوان. هذا طبعا الحديث جاء على لسان أحد نواب الحزب الدستوري الحر منذ قليل في تصريحات خاصة لقناة الغد الإخبارية. ما لاحظته هنا كوثر بأن هناك دعينا نقول حالة من التشنج، وذلك لحجم التواجد الأمني، والبعض وصف ذلك بأنه بمثابة ثكنة عسكرية أقيمت قبيل وصول هذه المسيرة إلى محيط مقر البرلمان التونسي. هذه المسيرة التي دعا إليها الحزب الدستوري الحر، نحن بانتظار كلمة لعبير موسي رئيسة الحزب، علها تتحدث أيضا بمزيد من التفاصيل عن ما آلت إليه الأوضاع تحت قبة برلمان باردو، في ظل الحديث عن ما يتم وصفه بالانحرافات التي يقوم بها راشد غنوشي شخصيا ومحاولات تهميشه وإقصائه للحزب الدستوري الحر تحت قبة برلمان باردو. هنا الطرقات مغلقة، ربما تتابع معي.